نموذج اجنده فعاليات. اجنده فعاليات اسمها اجنده فعاليات، وتديها لكل محافظ وتقول له اتفضل حضرتك ممكن تعمل ايه، اديني حاجتك ودي هتعمل ايه، واحط كل الكلام ده في اجنده واحده في ابلكيشن واحد. هتقول ايه لكل محافظ؟ انا متفق مع حضرتك، هقول عايز دخل، عايز دخل لمحافظتك مش عايز فلوس. ده السؤال الاول، عايز فلوس مش عايز فلوس، عايز دخل ولا عايز دوله تدفع لك؟ ده السؤال الاولاني. عايز ولا لا؟ عايز طبعا، اكيد عايز فلوس. طب عشان هو عنده مشاكل لوجستيه، اديني حد من عندك المحافظه يسهل معايا الكلام ده وهنشتغل عليه. هيئه تنشيط السياحه والقطاع الخاص يا فندم دورهم ترويج المنتج. النهارده الدوله عملت منطقه العالمين، المتحده عملت مهرجان عظيم جدا، حط المحطه المحطه دي على الفضل الاول والاخير في تسويق هذا المهرجان، المقصد السياحي ده على الخريطه العالميه. انا شغلي بقى اللي جاي اشتغل عليه، ان انا اجيب افواج واجيب واروجه واجيب له زبون و و و الاخير، واخلق له برامج واعمل له كونتينت. يبقى اذا احنا بنسوق منتج جاهز. طالما المنتج جهز انا هشتغل عليه، لكن لو مفيش منتج انا هشتغل عليه غير برضو هرجع اشتغل بس الهرم والمتحف وشرم الشيخ والغردقه. المنتج حضرتك تعني بالمنتج التقليدية. طيب خلينا عشان نوضح النقطه دي، حضرتك تعني بالمنتج انه يكون مكان لائق مرفق نقدر ان احنا نقيم فيه فعاليات مهمه وكبيره تستوعب زائرين من خارج مصر، احنا بنتكلم عن سياحه خارجيه وده اللي احنا عايزينه بالظبط كده. السياحه الداخليه طب بالطبع مهمه، لكن احنا حاليا بنتكلم تحديدا عن السياحه الخارجيه. فاحنا في مصر عندنا زي ما كنا بنتكلم اماكن كتير جدا، وجهات كتير جدا ومختلفه جدا وبمواسم، يعني في الشتوي وفي الصيفي وفي في الخريف، يعني في كل الحاجات دي. الحقيقه فكرة العالمين الجديدة وضحت أن وجود منتج لائق تم التسويق ليه بالشكل الجديد والشكل اللي العالم مستوعبه دلوقتي هو اللي وصلنا لهنا. مظبوط. حضراتكم بتسوقوا إزاي؟ يعني دلوقتي هنسوق إزاي؟ لأنه خلينا نعترف أنه في وقت من الأوقات كان عندنا مشكلة في التسويق. تمام خلاص. بص يا فندم، أنا النهاردة بقى عندي فندق موجود وعندي فينيوز، أول ساحة أول حاجة ساحة المؤتمرات. مؤكد فوق 16 مؤتمر دولي هيتم في الشتاء القادم في مدينة العالمين. أدي أول نوع أنواع السياحة. السياحة الترفيهية. السياحة الترفيهية النهاردة اتحطت العالمين على الخريطة السياحية من ضمن زيارات للسيوة وزيارات اسكندرية، أصبحت من ضمن مزارات المنطقة. فأصبح النهاردة السائح الأجنبي أنا مرة أجي أقول له تعالى هتروح العالمين يقول لي فيها إيه، أقول له اتفرج. بقى عندي منتج أوريه له. فأقدر أحطه على الأجندة السياحية. كل جميع قطاع السياحة المصري حاطط اجنده في اجندته في معرض السياحة الدولي اللي بيتم في لندن شهر نوفمبر القادم، مقصد العالمين بفنادق المفتوحة الجديدة فوق الأربع أو خمس فنادق كلها على فئة الخمس نجوم ومستوى خدمة متميز. كل اللي بيحصل ده النهاردة المنتج اللي جهز ده احنا بقول حضرتك هنشتغله ازاي؟ سوشيال ميديا، شغالين سوشيال ميديا عشان التعامل مع الشباب. يبقى إذا النهاردة بنسوقه ازاي؟ احنا بنعرف نسوق ازاي؟ بنجيب الزبون ازاي؟ بس هي النقطه ان احنا المنتج يجهز لنا ازاي. حضرتك قلت لي في وسط الكلام انا السياحه المحليه، السياحه المحليه هي الطريق للسياحه الدوليه. انا النهارده اللي خلى العرب دول يجوا مصر يحضروا العالمين اما شافوا المصريين. صحيح، دي نمره واحد. فانا النهارده التطور بالنسبه لي كمنتج بيبتدي من السياحه الداخليه الاول، بتديني انطباع ايجابي وعلى السوشيال ميديا المصريين، وده احنا حسيناه في 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 في, في موكب المميات الملكيه. صحيح. موكب المميات لما اتعمل في عز الكورونا في العالم كله، انا عايز اقول لك انه خلق لنا ترويج سياحي على مستوى العالم لو دفعنا ملايين مش هنعمله. حصل. بسبب مين بقى؟ بسبب الشباب المصريين اللي كانوا قاعدين على السوشيال ميديا. الشباب المصريين كانوا هم شغالين ماركتير لمصر وبيحطوا على صفحاتهم وبيشيروا مع الاجانب والكلام، وابتدى بدينا نشتغل ورد الفعل جالنا بعد كورونا. صحيح. تمام. يبقى اذا احنا لازم اعتمد على المحلي، طالما المحلي بيأيدني واللي بره شايف ان المحلي ده مبسوط هيجي، وهي دي النقطه اللي تهمنا احنا دلوقتي. أيوة. فالنهارده المحلي اثبت لك بكفاءه وراح خد النسب. احنا المبيعات يعني انديكيشن المبيعات زيادته تمت معانا بعد تامر حسني. يعني اول حفله تامر حسني ما فرقعت احنا الارقام ابتدت تطلع لفوق بالنسبه للدوله.